السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد. مرحبا بجميع المتتبعين سواء داخل المغرب أو خارج المغرب. كنرحب بالجالية المغربية وتنقول لهم مرحبا ألف مرحبا في سلسلة الدفوع اللي دايرة معكم. اليوم غادي نستفو الفاكهه، الفاكهه اللي التمر انا ديجا معمراها، غادي ندوز باش نرمقو التمر اللي معمراها. هانتوما كل تمره دايره فيها 3 المصاص ديال الكركاع، وعندي الشريحه اللي معمره بالنوبة وديكوري، وحتى التمر حتى هي مديكوريا. الو غادي نمشي وغادي نخدم بهذا الشكل. غنمشي هنايا غندير صف ديال التمر، وهنا غندير صف ديال الشريحه. وغادي نقبطهم بالكوردون، والتمر كنميلها شويه، ها نتوما كتشوفوا. كنتمنى تكون الصورة واضحة والصوت واضح. غتمشي وحدة قدام وحدة. هذه التمر المجهول كيف ما قلت لكم فيها 3 المصاص ديال الكركاع، وأمام طون مدورين عليها السلوفان وداري لها ديكوراسيون، كتجي في المنظر حتى هي زوينه. غنزيد واحد الوحيده هنايا، وهنا غندوز وغنمشي مع الشريحه. الشريحه كنعمروها بالنوكا البيضاء كيف تتشوفوا، وتنديروا لها اون ديكوراسيون حتى هي مغلفه بالسلوفان. وتناخدو كوردون وتنمشيو وحدة قدام وحدة. هاد الفاكهة ما شاء الله كتكون كبيرة، ماشي فاكهة صغيرة، هادي تبارك الله راها تدور على العرس كامل، على العرس كامل تدور عليه. هنا كل شريحه فوق منها مشماشه، ها نتوما كي تتشوفوا معمره بالنوكا وفيها مشماشه. هنا كاينين شي وحدين تيصغروا لينا باش الى ما درنا لهمش هاد الكوردون هادو ما غاديش يقبضوا لنا. شوف شي وحده صغيره، الوغ هنا كي تتشوفوا كيجيو هاد هكذا. هنا هزت لي 6 ديال الشريحه، وهنا 7 ديال التمر معمر. غادي نكمل الدوره كامله كيف ما كتشوفين، عندي 8 ديال الواجهات غنكملهم كاملين ونرجع معاكم. الوغ هنا كيف ما كتشوفوا كملت الدوره ديال التمر والشريحه. دابا هنا غندوز وغندير سكوتش دوبل فاس، وتبعوا معايا. الو هنا كيف ما كتشوفوا عندي الكروكون ديال لاكاجو، وعندي الكروكون ديال الورد، وغادي نثبتهم على هاد الحرف هذا اللي بقى طالع عندي ديال الواجهه.
الو هنا يعني درت السلوف، درت سكوتش دوبل فاس وزعته هنايا، وهنا بديت بالكروكون ديال الورد وتبعته بالكروكون ديال لاكاجو كما كتشوفوا. الو حيت الميدات مانية غادي نمشي كل طرف غنمشي به في لون. هنا عاوتاني غنبدا بالورد، انا عاد غندير دابا غير نرويكم عاد غندير سكوتش باش نكمل. المهم باش نوصل لكم الفكره كيفاش نديرو. وهكذا كنمشيو صف بالورد وصف بلا كاجو حتى نكملو الميده ديالنا كامله كندورو بها. الو هنا غادي تسمحوا لي كنت نصور ولكن جبرت راسي ما صورت والو. هاد جوج ديال المقاطع ديال الفيديو واش تمسحوا ولا ما تصوروش ما عرفتش علاش ما بانوش. المهم غادي ندير حلقه اخرى وغادي نبين لكم هذا ديال لي لوكوم لا بات دو فروي، وغادي نبين لكم هذا ديال النوكا كلها مع لا بات دو فروي. الو هنا كما كتشوفوا قطعنا جوج دوارات متقادين وحطيناهم على واحد لو سوكل غادي نرويه لكم هنايا اللي انا نبتو. ها هو ده لو سوكل نبتو وحطيتو عليه بجوج قد قد. وبديت دورت واحد بالنوكا بيضاء وواحد دربتو بلي كروكو ديال لاكاجو. الو ودرت كيف ما كتشوفوا نبين لكم عن قرب. هنايا لي نوكا باللوان، كاينه ديال الورد، كاينه ديال التمر، كاينه ديال الفريز، وكاين ديال لا بات دو فرو. سمحوا لي على التصوير لا بات دو فروي ديال النعناع. وهنايا كيف ما كتشوفوا هادو لي لوكوم ومعاهم لي لوكوم على في دو رو على لو دو روز وديال المسكه الحره، وعندنا ديال الفريز، عندنا النعناع، عندنا الحامض. المهم هذا هو الشكل ديالهم كيف تيجيو. دابا غادي ندوزو ونستفو لتحت. هنا بديت باناناس وغادي ناخد كيوي وغادي نمشي ليه حتى هو هكذا. كما كتشوفوا كيوي تبارك الله خضر وزوين جديد. وغنمشي به هكذا كندير جوج صفوف من كل حاجة. نمشي حتى نكمل هنا. قاليش هاد الخاويه هادي. الوغ هنا كيما كتشوفوا درنا اناناس ودرنا كيوي. وهنا غادي نزيد المونغ نحطو هكدا.
حاولوا تعمروا حتى لداخل. كيجي بهذا المنظر هذا. الوغ هنا غندوز لا طوبة تاع الساشي، هانتوما كتشوفوا تبارك الله جديده غزاله، وغادي ندير شويه هنايا. كنتمنى كيكون التسجيل واضح والصوت واضح. غادي نمشي من هنا باش نحاول ندخل شويه هاد الطومات. وهنا غنزيد لي زوبونجيت، هانتوما تتشوفو تا هما جداد وزوينين. غنمشي بيهم هكدا. هنا غندوز السكينجبير، السكينجبير حتى هو كيف ما كتشوفوا هو كاين بلا سكر وكاين بالسكر. هذا بلا سكر ندير شويه هنا بلا سكر، وغندير من الجهه الاخرى شويه بالسكر. ايوا هذا بالسكر. عندي بغا شي حاجه تيطرها الو. هنا غندوز غنحط شويه ديال التمر ديال السكري، مع معسلة تجي زوينة حتى هي. حط واحد لابارتي هنايا، نحاولو نعمرو دائما الفراغات. كنسى راسي كنسجل وكنهضر بشوي، نعمرو الفراغات. هنا عندي المشمش، غادي نحط حتى هو شويه في هذا الحجام هذا. كيف ما قلت لكم حاولوا تعمروا الفراغات اللي عندكم. هنا كما كتشوفوا
دابا بقات لي هاد لابارتي هادي، هاد لابارتي هادي غنستغلها كلها، الكركاع، اللوز، البيستاش، لاكاجو، توسكي شوي سك، داك المملحات. الكركاع من الاحسن يكون كبالات، ولا كانوا شي طريفات ميمكنش غتكثر كلشي كباله، حنا كنحاولوا، ولكن الا كانوا شي طريفات زولوهم وديروا غير الكبيره على هاد الشكل هكا. قولي هنا غادي نزيد لي بخوي السك كيف ما قلت لكم، وغادي تكون الميده ديال الفاكهه ديالنا واجده. غنزيد واحد شويه ديال الزبيب، كل واحد وشنو كيبغي ياكل في هاد الفاكهه. عندي الزبيب الاصفر وعندي الزبيب الاسود، ندير شويه شويه. الزبيب الاسود يا سلام كيجي زوين وما فيهش العظم، غزال تيجي. غادي نديروه في الجهه الاخرى اللي ما درناش فيها الزبيب. حاولوا تنسقوا الالوان باش يجيوك الالوان كلهم متناسقين، هانتم كي تشوفوا. هنا غنزيد واحد شويه ديال الزبيب، هذا الشكل هذا. الوغ كيف قلت لكم بقات هاد لا بارتي هادي هي اللي غنديروا فيها المملحات. الوغ هنا عندي شويه ديال الحامض، الحامض الاخضر، غادي نحاول ندير شويه هنايا كيف ما قلت لكم باش نعطي واحد شويه ديال اللوان. اللهم بعد ما وجدت الفاكهه درنا لها لا ديكوراسيون، درنا لها ديكوراسيون فلورال. هنا انا غطيتها بالشبكه كيف ما كتشوفوا، بيان سور داري لها السلوفان وعاد دايره لها الشبكه. وهنا كيف ما كتشوفوا غادي نزول هاد، هنا كيف ما كتشوفوا هاد الخنيشات باقيين عامرين باللوز والماكاداميا والمسائل اللي
حيت الحوايج اللي مالحين ومقليين الا خليتيهم في الهواء مباشره تيبردوا ما تبقاوش ديك القرمشه ديالهم. داكشي علاش خليتهم هكذا حتى الساعه بساعتها، وعاد تخواو ديك الساعه ملي غتكون داخله فاتحه غادي نخويهم في بلاصتهم وغادي يتفرقوا على الناس ويكونوا سخيخين ومقرمشين. الوغ هي هذه الفاكهه ديالنا، انتما كتشوفوا. الوغ درنا لها هاد المشموم ديال الورد وزيناها كيف ما كتشوفوا. يلا كنتمنى تكون عجبتكم، وما تنساوناش من لايكات من التعليق، وشكرا لكم على المشاهدة. نتلقاو فيديو قادم ان شاء الله.